حضرتك طلبتي إلغاء اجتماع المجلس الشعب والشورى عشان النواب عايزين يروحوا بورسعيد. طب ما حضرتك ما تروحي بورسعيد، لكن دستور البلد وقانون البلد ونظام البلد وانتخابات البلد وسياسة البلد، لأنه الحاجة رضا بقى صعبان عليها. طب انت صعبان عليكي واحد مات من بورسعيد، واحنا مش صعبان علينا، احنا قلبنا يوجعنا احنا بنشوف صلاة الجنازة، ما احنا برضو صعبان علينا 75 واد اللي ماتوا. يعني طالما قلب حضرتك وجعك على الولد اللي مات ده، وقلبنا وجعنا اكتر من قلب حضرتك، يعني حضرتك حط معاه 75 دول عشان نبقى شايفين القصة دي. وبعدين الكم مليار اللي بيجونا من قناة السويس، طالما يعني حضرتك شايفة ان هم مش مؤثرين، طب احنا عاملين العذاب ده كله من البداية ليه؟ والقناة حضرتك بتتعاني في بورسعيد كلها، لان بورسعيد كلها الشهداء اللي ماتوا 56 كانوا دفاعا عن قناة السويس. يا فندم يا حاجة رضا، 56 اطلق على بورسعيد الباسلة للناس تفسلت في الدفاع عن الوطن عشان قناة السويس. لما جم الامريكان، عفوا لما جم انجلترا وفرنسا واسرائيل، الامريكان هم اللي طلعوهم بعد كده بقرارات الامم المتحدة، لما جم عشان يحتلوا المبنى ده. لازم حضرتك تكوني من بورسعيد تكوني مذاكرة التاريخ يا فندم، ده مهم. بسالة ابناء بورسعيد وشجاعتهم وقدرتهم على الصمود وضحوا بالالاف من ابناء المدينه دفاعا عن قناه السويس، عن مصر وقناه السويس اللي هي جزء من مصر يا فندم. بورسعيد نفسها تاسيسها كان بناء على حفر القناه، يعني الناس لما نزحوا الى بورسعيد مع حفر قناه السويس فتاسست بورسعيد. فلما حضرتك شايف انه مش مهم اقتحام المبنى ومش مهم الفلوس، طب ما كانش مهم بقى خلاص ده كله، طب احنا تعبين نفسنا ليه؟ لما مصر عبرت مانع قناة السويس المنيع، المانع المائي ده، وبعدين راحت مكسرة خط برليف المنيع، لانه العبور المائي ده هو الاصعب حضرتك عشان تعدي بعربية ولا بطيارة ماشي، لكن الماء ده انت قوارب كده ومراكب وقوارب مطاطية تتجاب من فوق بدقيقة. لكن هذه كانت الشجاعة والبسالة والانتصار الحقيقي. فلما تيجي السيدة النائبة رضا نور الدين بتطالب بإلغاء اجتماع الجامعات التأسيسية ويلا بينا على بورسعيد، ولما تيجي تقول لك ايه المشكلة اذا تم اقتحام مبنى قناة السويس احنا مش عايزين منها فلوس، انتوا بتطالبوا بمحاسبة الاعلام اللي بيقول اي كلام ماشي. طب ما احنا برضو عايزين نحاسب اي حد بيقول اي كلام. احنا مش هنقعد هنا في حملة نفاق ورياء، يعني مش هنقعد هنا عشان نقعد نجيب اغاني ونطبل ونزمر، ما ينفعش. ما دلوقتي كله بيطبل، وزي ما بقول لكم كلنا متقسمين دلوقتي، ده ايه وده 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 ايه، كله متقسم. فمش هنقعد هنا عشان نقعد نطبل، ما تبقى دي المصيبة. فطول ما قاعدين هنتكلم بامانه وبهدوء وبحياد وباحترام وبانضباط. فانا لا اتخيل انه تصريح زي ده يطلع كده بمنتهى البساطه. وبعدين اي حد عنده كلمتين بيقولهم فالناس سخنانه، يعني لما النهارده حد يسمع ده يقول لك يلا يا ابني اطلع، الحاجه رضا قالت كده، ده احنا مش عايزين فلوس من القناه، فيقوموا طب اقفل بقى، ناس تسمع بره كده، والناس اللي ماتت وهي بتحفر القناه، والشهداء اللي ماتوا عشان القناه، والدخل اللي بيجي لنا من القناه، واللي ما فيش غير هي، زي ما قال الاستاذ طلال، ما عادش عندنا غير هي اللي بتجيب لنا فلوس ثابته مضمونه دلوقتي. يا جماعه لا، يا جماعه لا، ما هو الكلمه دي لما بتطلع من بقك لازم تخلي بالك كلامك يبقى من ذهب، بميزان من ذهب. النهارده لسه في 3000 واحد موجودين في الشارع، والصبح اللي حذرنا منه امبارح حصل، منعوا عمال الاستثمار من الدخول، منعهم من الدخول. وانا بقول لكم من دلوقتي انه مفيش دوري السنه الجايه، اهو مفيش دوري السنه الجايه كمان، مفيش خلاص. احنا سمحنا للتعصب انه وصلنا لكده، فسمحنا بالالاف اللي تخرج اللي تعمل ده، سمحنا لولد امبارح يموت،
عنده 12 سنة النهاردة بورسعيد كلها حزينة ومكلومة وإحنا زيهم عليه. في واحد مصاب بطلق ناري في المستشفى أدي الشهيد بلال ممدوح محفوظ توفى بس ده أكتر من 12 سنة ولد زي الورد زي الورد زي الفل. مين اللي طلعه بقى الشارع؟ مين اللي سخنه؟ وكلهم الولاد أصحابه وزملاته هم اللي حاملين النعش. في مصر هنا حملوا 75 نعش. بورسعيد انتفضت كلها عشان الولد اللي مات امبارح. هنا في القاهرة وفي المحلة وفي المنصورة وفي دمياط وفي السويس وحتت كتيرة جدا في اسكندرية 75 نعش طلعوا. شوفوا الوجع دلوقتي عامل ازاي. وده برضو بيضاف شهيد جديد وضحية جديدة بسبب مباراة كورة، بسبب غياب النظام، بسبب غياب القانون. محدش عايز يدي فرصة لحد انه يشتغل. وبعدين الامن مش موجود. الامن لو موجود كان شال الليلة دلوقتي، كان اقول لك ده احنا شفنا ضابط مش عارف ايه والواد قال له نشنت يا ريس برافو يا ريس، كان زمانه دلوقتي شال الليلة. فمش موجود. والله اعلم من الذي اطلق النار. الله اعلم، ما بقدرش في حاجات انا ما بقاش عارفها ما اقدرش اتكلم فيها. من الذي اطلق الرصاص؟ هل الجنود اللي بيأمنوا مبنى هيئه القناه؟ هو لازم يأمن الهيئه. الجيش طلع تصريح قال لك احنا ما بنستعملش الرصاص اصلا. هل في حد مندس عمل ده؟ طلقات النيران اللي اصابت فقتلت واصابت البعض طالعه منين؟ الله اعلم. عشان كل شوية حد يطلع لي التصريح زي ده. ومن البداية قلنا يا جماعة افصلوا الرياضة عن السياسة، ده موضوع رياضي جنائي خليه ماشي بالشكل ده. للأسف لا، ومليون لا. هل نناشد السادة النواب اللي كان لازم يبقى دورهم امبارح هو الدور الأساسي؟ هل لسه هنقعد على القهوة ونقول خطب والناس تسقف بعدين يطلع عيل من عيالنا يموت؟ ما هو عيل من عيالنا، واد من ولادنا مات. هل ناشد ألترس أهلاوي من فضلكم بلاش الكلام بتاع بكرة وحنروح وهنعتصم وهنحتل الاتحاد؟ ما ينفعش هروح بكرة اتحاد الكورة واعتصم واحتل الاتحاد ودعينا الأمهات ودعينا الأباء ودعينا الأسر ودعينا المجموعة ودعينا الناس كلها ويبقى عندي 10,000 واحد قدام اتحاد الكورة والشارع يتقفل والدنيا تتقفل. ما هو البنزين قافل الشارع اصلا والسولار قافل الطرق اصلا. دلوقتي كمان بورسعيد ممنوع دخول العاملين بتوع الاستثمار. ايه؟ لا ممنوع الدخول. ليه يا عم ممنوع الدخول؟ ما في هو كده. طب والمام؟ لا 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 المصري اهم. طب واكل العيش؟ لا الكره اهم. طب يا ابني الارزاق؟ لا 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 مش مهم المصري. المصري ما ينزلش، المصري ما يتجمدش يا ابني. طب ما بالمفاوضات. يقول لك لا 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 قصة منتهية. المصري في الدوري احنا نفض الاعتصام، المصري مش في الدوري احنا مش هنفض الاعتصام. ايه فين مين ليه بأمارة؟ دوني أمارة حد واحد بس يديني أمارة واحدة. مفيش أمارة لحد دلوقتي، محدش قال كلمة لحد دلوقتي، محدش طلع على الحرف لحد دلوقتي. القصة في غاية الصعوبة يا جماعة، وكل يوم بتزداد سوءا، يعني من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ. امبارح واحد مات، بورسعيد اتقلبت. أما مصر كلها لازم تقلب لما 75 واحد يموتوا في مدرج كرة قدم. وبعدين نغمة جديدة يقول لك أصل اللي محبوسين دول مش هم عايزين يطلعهم. الله، ده أنت نصبت نفسك قاضي كمان. القضية بتسير في اتجاه معاكس تماما واتجاه خاطئ تماما. واللي بيحصل الحقيقة من تصريحات ده هيصعب الأمر أكثر. يقول لك تأمين الحدود البحرية لبورسعيد تحسبا لردود غاضبة من الجماهير. القوات البحرية عليها حالة الاستعداد القصوى انتشرت على الحدود البحرية لمدينة بورسعيد المطلة على المجرى البحري الملاحي وأغلقت حولت المسار لشرق التفريعة. وبتوع العمال بتوع الاستثمار ما راحوش.